ننزل الزغاليل اللي احنا فرخناها. جميله جميله. طيب فرخنا احنا الزغاليل دي ازاي؟ او في زغلول وقع، تعالوا نجيب المعوي عشان خاطر الزغلول. بسم الله ما شاء الله. طبعا كذا حد قال لي على الموضوع ده، انا كنت عارف السدايب مش قادر يمشي حتى اتعورت. الله بصوا كده اهو، انا عايز بس امسكه واحده واحده. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وكويسين وكل فيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا رجاله بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. انا اسف يا جدعان ان انا من هنا للشهر الجاي ده كده ان شاء الله هبقى مقصر معاكم في الفيديوهات يوم ويوم لا، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات واللي قبليه، ان انا عشان خاطر هعمل السلكه الجديده والغيه الجديده هيبقى 2 في 1. يا جدعان اللي ما يعرفش، هعمل سلكه قد دي 6 في 4 وفوقيها غيه 3 في 3 بسور وسلم داخلي ودهان وشغل عالي ان شاء الله هيتعمل. فطبعا زي ما انتم عارفين السلكه متبهدله شويه، فالمهم ما علينا يعني من الكلام ده كله. النهارده فيديو النهارده يا جدعان مع الزغاليل، وازاي فرخت زغاليل وازاي تفرخ زغاليل وايه الخطوات اللي هنعملها عشان نفرخ زغاليل كويسه. بس اهم حاجه يا جدعان دوسولنا لايك واشتراك في القناه، عايزين الفيديو ده يوصل ل 1000 لايك، رقم كبير بس تقدروا انتم قديها يا جدعان. وعايزين نوصل ل 50000 يا جدعان، احنا 41000 اهو الحمد لله، عايزين نوصل 50000 قبل ما نعمل السلكه الجديده عشان تبقى ان شاء الله مفاجاه. ال 50000 هي الغيه والسلكه. ويلا نبدا الفيديو بتاعنا، يلا بينا. في البدايه كده يا رجاله تعالوا ننزل الزغاليل اللي احنا فرخناها، تعالوا ننزلها هنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ننزلها معانا كده على الترابيزه ونقول بسم الله. بسم الله ما شاء الله يا رجاله، اللهم صل على النبي، الحمد لله رب العالمين كلهم بدبلنا الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. الله زي ما احنا شايفين كده يا رجاله، دول ما شاء الله 6 زغاليل زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله، الصحه كويسه جمال، الله اكبر، تشكيله جميله. طيب فرخنا احنا الزغاليل دي ازاي؟ او في زغلول وقع، تعالوا نجيبه كده يا جدعان، خليكم معايا خطوه بخطوه. بسم الله، وادي واحد كمان. لا ما تبهدلناش الدنيا. وادي كمان واحد وقع، خليكم معايا يا جدعان. وادي كمان واحد وقع. ثانيه كده يا جدعان، ايه فيش؟ بصوا يا رجاله، عشان تفرخ زغاليل كويسه في حاجات لازم تعملها مع الاصوص، وهنعملها عملي كمان دلوقتي، وهنعملها عملي. انا بس هكلمكم كده كلمتين سرع. اهم حاجه يا جدعان الاثنين دول لازم يكونوا معاك وانت بتفرخ اي زغلول، وانت بتفرخ اي زغلول لازم يكون علبتين الدواء دول معاك، اللي هو ديكال بي 12 ده كالسيوم وفيتامين، وفيلاجين يا جدعان بتاع الاطفال، فيلاجين مطهر معوي عشان خاطر الزغلول. بسم الله ما شاء الله، تعالى بص يا جدعان، طار نزل في الميه، طار نزل في الميه، ما علينا على الليمون بس كده بسرعه يا جدعان. تعالوا دلوقتي كده خليكم معايا، تعالوا معايا كده واحده واحده ان شاء الله يا جدعان. زي ما احنا شايفين الزغلول ده طار، هو دلوقتي نزل في نزل يا جدعان، بصوا نزل في جردل الميه، نزل في الكازله اللي فيها الميه. تمام كده يا جدعان، بصوا يا جدعان عشان نفرغ زغلول كويسه، طبعا كذا حد قال لي على الموضوع ده، انا كنت عارفه بس كنت مكسل عليه، فلما عملته الحمد لله رب العالمين فرخنا زغاليل وبصحه كويسه. طبعا اشكر عم ايمن ابو يونس، هو كلمني في الموضوع دوت، واشكر شريف بردك يوتيوبر يا جدعان ومن اسكندريه، الراجل ده بردك قال لي على الموضوع ده وما شاء الله 100 100. انا كنت عارفه والله بس هو كان كسل، بس لما عملته الحمد لله رب العالمين زي ما احنا شايفين زغاليل بصحه كويسه، اللي هو الفيلاجين والديكال به 12 وكمان الانتينال. طيب بنستخدمهم ازاي بقى عشان نفرخ الزغاليل بصحه كويسه؟ تعالوا دلوقتي ندخل الزغاليل بتاعتنا جوه السلكه اللوفت قصدي، وبعد كده نشوف الموضوع ده عملي. يلا بينا كده يا جدعان، دخلناهم. بصوا يا جدعان الزغلول بوازه ده انتوا كنتوا شايفينه في الفيديو اللي فات، كان كويس ونقلناه كويس. جيت الفيديو دوت يا رجاله لقيته محشور بين السدايب هنا، رجله بصوا اتحشر بين السدايب مش قادر يمشي حتى اتعورت. بصوا شايفين الدم، لقيته محشور بين السدايب، فربنا يسترها. بصوا مش قادر حتى يتحرك، فشكلها اتحشرت بقالها فتره. طبعا انا لسه جاي من الشغل من شويه واستنيت شويه لما النهار طلع، فدخلت ابص عليهم لقيتهم كده. فالمهم كده يا جدعان احنا دخلناهم اللوفت كده، تعالوا بس ايه، جبت اللقطه دي عشان اوريكم الزغلول ده حصل له ايه، وهنقول لكم نتعامل معاه ازاي. تعالوا بس دلوقتي نشوف بقى هنعمل ايه عملي دلوقتي، يلا بينا. بصوا بقى يا رجاله، احنا جبنا معانا الانتينال والفيلاجين. طيب بنعمل ايه؟ دولك قص يا رجاله، القص دولك ما شاء الله، دولك كده تحتيهم زغلول، دولك تحتيهم زغلول. بنعمل احنا ايه بقى؟ اوعى تطير، السلكه مفتحه، انا بقول لك اهو، دولك تحتيهم زغلول. طيب بنعمل احنا ايه بقى؟ بصوا يا رجاله،
احنا طبعا ما بنشتغلش الاثنين مع بعض، ما بنشتغلش الاثنين مع بعض. ثانيه بس اقفل الباب بتاع اللوفت احسن ما الزغاليل تطلع. معلش كده يا رجاله خليكم معايا، ايه الفيديو ده كده ايه مع بعضنا. طيب يا اما بنستخدم الفلاجين الاول يا اما الديكال الاول، بس اهم حاجه استخدم الفلاجين الاول. ليه؟ عشان تطهر معده الزغلول او معده القص والكلام ده كده كله. بنعمل ايه يا رجاله؟ اهم حاجه بس نوقف كده شويه، بناخد يعني مثلا بناخد في حدود ايه سنتي لكل فرد يا جدعان. فانا هسحب كده تمام بسم الله. بس بصوا بقى يا رجاله، بندي دي حاجه مهمه قوي والله العظيم، اطلع لك الزغلول كويس ولو في امراض او اي حاجه بتتشال على طول. تمام، هناخد مثلا الدكر ده اهو، الدكر الاب كده اهو، بس انا طبعا مش عايز امسكه عشان لو جه على التيشيرت الابيض هيبهدله. بنفتح بق الدكر كده يا رجاله، بنفتح فوق بق الدكر كده ونديله سنتي بس كده، اعطينا له سنتي انا ماليها ما شاء الله. ونيجي للنتايه، ونيجي يا جدعان للنتايه برضو نفس النظام. بس ايه ده، مش عايز ابهدل نفسي، التيشيرت ابيض تمام. وبنيجي برضك للنتايه كده يا جدعان، بس بنديها سنتي كمان. والزغلول ما شاء الله يا رجاله، اللي هو بقى اهم حاجه، الزغلول ده كمان بنديله نص سنتي، مش سنتي عشان سنتي هيبقى تقيل عليه ما شاء الله. بصوا كده اهو، انا عايز بس امسكه واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم، قصادكم كده اهو يا رجاله ما شاء الله. بس خد نص سنتي اهو يا رجاله، طبعا في حبه وقع على ايدي عشان ماسكه غلط عشان انا بصور يا رجاله. بس بندي للزغلول نص سنتي. طيب ده بقى بيعمل ايه؟ الاهالي لو في معدتها مرض او حاجه، لو عطيته للزغلول الزغلول هيتعب، لو عطيته للزغلول الزغلول هيتعب ويموت منك، وبتقول الزغلول جاله امراض من ايه. فاحنا لما بندي الاهالي بنطهر معدتها، ولما بندي الزغلول لو دخلوا اي مرض او اي حاجه بيعالجها. طيب دي فايده الفلاجين اللي هو بيطهر الامراض او بيطهر معده فرد الحمام والزغلول. طب ايه فايده الديكال؟ فايده الديكال اللي هو يا جدعان كالسيوم وفيتامين، بندي للقص برضك عشان القصحه، عشان هو بيزقه كده فبيبقى صحته كويسه. ولما بندي للزغلول بيزود العصب بتاعه، بيزود قوته البدنيه، فبيروق على الزغلول يطلع بصحه كويسه. وده يا رجاله دي الطريقه اللي انت تعملها عشان تفرق زغلول كويس. وفي حاجه مهمه قوي، تعالوا بس ننقل الكاميرا ونتكلم عليها. بصوا يا رجاله، الحاجه المهمه اللي انا عايز اقول لكم عليها، ان طول ما انت بتراعي الحمام هيبقى كويس، بنظافه، بغسيل المساء، بغسيل العيون، بتنظيف العيون، تعملهم وتدي العلاج ان شاء الله، ان شاء الله بفضل الله باذن الله هتفرغ زغلول كويس. تمام بسم الله ما شاء الله، بصوا الزغلول اهو يا رجاله بصحه كويسه وتمام. دي فايده دولك، بيدوا الزغلول صحه، بيدوله يعني بينقوا معدته لو في امراض او اي حاجه، يقدر يعني يقدر يبقى عنده مناعه ان هو يقدر يعالجها. تمام كده احنا خلصنا من موضوع الزغلول وازاي تفرغ زغلول كويس. تعالوا بقى نبص على حمامنا، دولك ما فكوش لسه. بص اللي فك، اللي باض، اللي ما باضش لسه ما فكوش يا رجاله ما شاء الله، لسه ما فكوش. نبص كده بصه ساعه، دي يا جدعان حصت ما شاء الله، حصت ولسه هتجيب الثانيه ما شاء الله، يعني الحمد لله حصت. ودي طبعا زي ما احنا عارفين جايبين الحصويتين اللهم صل على النبي. وهنا رجاله دولك لسه ما حصوش، لسه حصوش، لسه ما فكوش تمام. وكان في حاجه هنا حصت، دولك ما شاء الله محصين، طبعا لسه محصين جداد. اللهم صل على النبي، دولك لسه طبعا ما لحقوش يفكوا، بس الحمد لله رب العالمين الحصويتين معمرين يا رجاله. طبعا انا ما حضنتهمش عشان خاطر عايز اشوفهم بيزقوا ولا لا، عشان ده اول عش ليهم يعتبر، هم باضوا كذا مره بس هيبقى اول عش ليهم، اشوفهم هيزقوا ازاي مش هيزقوا، برضك هيبقى فيه اخطاء والكلام ده كده كله، منهم من القص يعني. وشيماء لسه ما حصتش، ما علينا الحمد لله. دولك طبعا لسه لانقلين من عندهم الزغلول اول امبارح، ودولك لسه زي ما هم. النتايه دي عايز اغيرها للذكر ان شاء الله، لما نعمل السلكه هنشوف الحمام اللي ملوش لازمه كله هنمشيه. وابن اللذينة ده لسه بيعض بس يا بابا، ودولك لسه ما حصوش برضك عشان ابنهم لسه ميت، ودولك ما شاء الله حصوا قبل ما ننقل من عندهم الزغلول اللهم صل على النبي، يعني احنا متابعين كل ده مع بعضينا. دولك برضك لسه ما فكوش، تحتيهم الحصويتين، ودولك محصين من بدري. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. في حاجه فكت يا رجاله، سفروته والذكر الباكستاني ما شاء الله جابوا زغلول اهو.
بسم الله ما شاء الله جابوا الزغلول كويس. طيب اول بقى ما جابوا الزغلول كده نبتدي نديهم الفلاجين، ومفروض اصلا قبل ما يفك بثلاث ايام تبقى انت عارف ميعاد الحصوايه وتديهم فلاجين قبلها بثلاث ايام كمان، عشان اول حاجه تخش للزغلول تكون حاجه نظيفه نقيه ما فيهاش امراض. دي برضك معلومه لازم تكون عارفها. تمام، كنت والله العظيم انا معارف يعني سبحانك يا رب معلش رزق فيكوا ولا في عيالكوا، يعني الزغلول طلع كويس سبحان الله، الوحيد اللي اتحشر ومش قادر يتحرك وربنا يستر ما يموتش. سبحان الله في ارزاق، هم واخدين عين ما شاء الله الحمد لله. دولك طبعا محصيين ملحقوش يفكوا ما شاء الله. طيب زمزم يا جدعان انا عملت فيديو امبارح، عملت فيديو قصير وهي بتبيض الحصوايه الثانيه ما شاء الله كده تحتها الحصوايتين اهم كرجاله. انا مش عايز اقومها بس عايز بس ارجع لها الطاجن كده ما شاء الله يا جدعان الحصويتين اهمك، ربنا يا رب يزيد ويبارك. انا عايز احضنهم بس انا عايزهم يزقوا عشان الدكر ده بسم الله ما شاء الله يعني بيزق كويس جدا، ان اشتغل عندي مرتين ثلاثه الدكر ده بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يا رب يزيد ويبارك. تمام دي كده كل حاجه في السلكه هنا. تعالوا بقى نخش للزغاليل، مش دي اللي احنا عملنا عليها فيديو، زغاليل ثانيه هفتح لها قبل ما انزل انام، هفتح لهم قبل ما انزل انام، وعلى الساعه 2 كده لما اصحى ان شاء الله يعني الساعه 2 كده لما اصحى هطلع افتح لهم برده واقعد معاهم شويه. قصدي يعني هفتح لهم دلوقتي والله العظيم يا جدعان واحد منام عارف بقول ايه، هفتح لهم دلوقتي قبل ما انزل تمام، وبعد كده لما اصحى هطلع اقفل عليهم. تمام يا رجاله ما شاء الله همك، انا عايز افتح لهم وهم معاكم كده ما شاء الله. تعالوا بالمره نفتح لهم كده وهم معاكم، اللهم صل على النبي. يلا ما شاء الله يا رجاله فتحنا لهم كده اللفت وهسيبهم، ولما اجي انزل ان شاء الله لما اجي ايه بس وانا بقول ايه يا جدعان والله العظيم قله النوم والواحد ما بقاش مركز، الله يكون في عوني والله وفي عونكم يا جدعان. بس هسيبهم بقى كده دلوقتي ان شاء الله بقى يطلعوا ينزلوا والكلام ده كده كله، بعد كده اما اصحى ان شاء الله هقفل عليهم. تمام كده يا رجاله، وده كده الفيديو بتاعنا النهارده. انا عايز انقل الزغلول ده، ثانية بس انا عايز انقل الزغلول ده عشان ده كده لو داسوا عليه هيموتوه، الا اذا بقى هعمل حاجة كويسة قوي. الطاجن اللي بياكلوا فيه ده هقوم عامل كده وهم حطوا فيه بس كده يا رجالة، يسند نفسه بس يسند نفسه. بصوا عامل ازاي، مش عارف والله اتعامل معاه ازاي ده. الحمد لله سبحانك يا رب سبحانك يا رب، والله البوازات دي ماليش رزق فيها الحمد لله. خير خير كله خير كله خير وكله بتاع ربنا الحمد لله. كده هو كرجاله، وده كده نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم فيديو حلو، يا رب تكونوا استفدتم منه. كان معكم يوسف صبحي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.